القرار خلاص مكتوب عليا أبقى ضحية. ترجعها الشغل هنا تاني، عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا امرني. اخبار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة. شوفيتم معي مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا. اللي معايا بره ده الدكتور هيمن الهردة، مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لانك معاه هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه، وحصتك هتبقى الطقطقين. كتير عليا ان اكون خدام ساعتها. طبعا ده في حاله رجوع رمانه. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون، فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش. رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا، احسن تنسحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت. حل قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده يا بنت. ما تفهمنيش غلط امال، انا بس عاوز اوجه صابك على الحتة اللي تعبالي هنا. طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ايه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا بخير بخير. يا بنتي قلت لك بخير، حد يسمعنا امال. الله. طب كده حلو. ايوه حلو. ايوه. وهنا وهنا الحته بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده. شفتي؟ ايوه حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان، تقومي شوفي شغلك كمان. في ايه بس يا معلم؟ احنا كنا كويسين والله. قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي، سيب راح. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه، افضي سكه انا. تعيط اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالإذن يا سيبراء. بالسلامة يا ست. انت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجة، كان عندي مصلحة كده يا طياري. أنا مصلحة دي؟ الله، تكون شهاد كبرت وبشال حسابك. قولي على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة، دي كانت مصلحة كده عدايق يعني. مش كان في معادي الليله مع الرجاله عشان المصلحه اللي بجد؟ هي كانت الليله؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم، وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك. انما الشغل شغل، واللي ما يخافش على اكل عيشه ما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم ما حصلش حاجه، دي اول مره يعني. والمره عندي ملاش تاني ياض. خلاص انت مالكش في المصلحه دي. ايوه، ولو عايز تبقى فيها كبيرك هتاخد يوميه اي صبي شغال فيها. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا ايه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكايه مش بالكلام يا ابن النوح، ده اخر القول، ومش عاوز اسمع حسك تاني، فهمت؟ فهمت يا حاج فهمت. سوريا سوريا سوريا. مشي مشي مستحيل. رجلي بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما ازعلش. الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يعني امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. لما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه
حبه عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقه، ولما صوت نزلوا فيا ضربه بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبه خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عدمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا جايبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ ايه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. انت برتاحه يا حبيبتي، برتاحي. أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى أحلى حضن في الدنيا، تمد إيدك كده تاخد منها كل اللي أنت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كأنك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كأنك في حتة من الجنة. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكوا دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي. تعرف ايه اكتر حاجه بحبها فيك؟ ايه يا روحي؟ سكراتي اللي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه. انت الوحيد اللي بقدر اقول له كل حاجه ما اقدرش اقولها اي حد. اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري زمري زمري. باي باي. قالت لك انا حضن الدنيا وطايره فوق كل الدنيا. وكده بقى تبقى دي اول القصيده. النهارده صبي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت قرتي كده اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه.
يا بنت ده انا براء النوح. براء النوح. هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى. فكك من كلمتين لحد. اوعى لا. اوعى تجيلي. اوعى. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه؟ يا اختي ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه ورحمه امي، لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توريه اللي عينه ما شافتهوش. يا خايبه انا نويت اظبطك، حبيتك. اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس قوم النبي اوعي تقولي لامك وقبره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي خمس دقايق وجيالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك فط واقف رجلك؟ ما
تأخذنيش يا سي خميس، أصلا أنا نجمي خفيف شوية وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده يبي البسي له حاجة تقيلة وكيني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكة، وآخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي سابولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهللك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله. انا انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا ليكي انت. شو تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. أنا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي أنا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان أنا غريبة ووحيدة بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. أنت وقعتي كذا مرة وأنا قلتلك بدل المرة اتنين، التالتة من غير صوت في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي. وأنا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش الشر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. انت مهامك اخضر والكل بيتبارك بيه. مهام اخضر فسر. الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني، انا ماليش في الكيمياء ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها بجاشي. الاحمر ده اللي بيخلي البشريه شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح والراجل البطاية يبقى أسد. انت خشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ كيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وإنت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. نركي نركي، رجعني.
كرمالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده البيئه كلها هيفتكروكي خواجاي ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر. يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه المعهد. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الصراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بدران، فوتة دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسباها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوتنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، تدخل قرف ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة بعوا. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابي. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمن اخبار افندينا ايه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المقطم مع المحامي ومنها على بيت الرقاصة وبعدين روح. انت كنت بتراقبه بالايقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله يا باشا شاح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومة اكيدة. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعة متأخرة زي دي اكيد فيها حاجة مهمة، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجة. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكلة. نفسك كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر.
لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره. انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفه اصدق ان انا مراتك، خايفه تروح مني زي ما اخوك ما راح. انا عارفه يا براء، عارفه ان ابوك ضاغط عليك وملجمك، بس انا كمان غصب عني كل ما اجي اقرب منك الاقي دم اخوك سايح بينا. يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه تصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءه شويه وترجع صاحبه العزه والكرامه. بس انا مش راجعه الكباريتين. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطه بالبنط العريض مغلق للصيانه لعدم وجود رمانه نجمه المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمه من غير طلتك علينا؟ والطله اللي انت قاطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كام يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن.
طب خلاص خلاص الفيل انت دلوقتي ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالومنيا. راعوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك هدفنك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح رجال. براء نوح عايزين ايه بالظبط؟ راس فندينا. مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك؟ راس فندينا يا ابن الكلب. مين اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف عشان كده تلاقي صوتي مخستع حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك. سلوسي اللحفة على اللي في سنك خطر. عايزاكي تلمي شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قله النسوان؟ اخس الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انت ما بتخلفيش. قول ان شاء الله. انت بنت حلال مشى وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم. وإنت أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. ما
مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي امرني. فكها شويه يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحه العامه يا برنس. برافو عليك، انت امير يا شلبي. تلميذك جو. اي جو. بوسي، انت مش البنت قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قرب. طب مش نجهز بسرعه عشان نحافظ على الكفاءه؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبدا. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنتي يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشليني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغت اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الو يا نو، انا خميس افندينا يا نو. الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريري. ايه وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ايه ابنك يا حاجه؟ خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر. وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر. امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. انتهت يا ابني. لا لا، ما انتهت، لانك انت ما راح تموت. ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ اتصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا امه، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعده زي ابدا قطعه اهو. ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسه كلت
وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرط، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. برضو اللي التركي أكل دماغها؟ انما يا بنت الحلاوة دي من امتى ده انت اللي هتاكل دماغي كده؟ لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه لي احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلدة الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوم اياده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. ما تقوم تريح جسمك شوية بدل ما انت بتنزل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي عشوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحتة كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لمي لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بنت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزه استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصله؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايمه وسفله؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحده تانيه تكون مشبره للاخر، ما اشوفش فيها خلق اهلك. انا مش فاضيه، هعمل الاكل الاول للعيال وبعدين ابقى اعمل لك كوبايه الشاي الحبر. تعالى ولا منك لوح ساعدني. جاتك القرف مره فقر. اوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر. باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري وسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي احلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مره زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي اروح ازورها في قبرها الله يرحمها. انت اتعديتي من مين؟ انا عشان كده مسفرك بره على طول عشان ما اقعدش اسمع المواويل دي. جري يا فيري، العمارتة ناشفين والحياة ناشفة واحنا لازم نغلبها. عموما انا مطلب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجأة تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. Thank you.
دم الغزال. وحشتيني يا أمانة. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال ايه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعا. انا اول ما شفته قلت لا ده رمانة مكتوب عليه رمانة. ولا اصلي غاوي خناخيل، انا احب الخناخيل قوي. ولما كنت صغير بمسك بقى في دي الجلابيه امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا امه. كانت بتوزع بضاعه ساعتها وكل زبون ليه رنه خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده يا رمانة؟ انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وانا مرميه مع ولاد خالتي صبيان على بنات في شقه قد الحق بننام فيها زي عيدان الكبريت. وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت. ولما سألت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفتح. خميس انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبة كئيبة، بتفكرني بالقناة التالتة والمتخصصة. فدي جابتني كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. أنا أصلي ببقى مرتاحة معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقة كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. مش رست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. خلاص الصبح يا خميس. وماله؟ رست على الصبح كده. رست الصبح ده هو اللي هيظبط رست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم الصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا وادي يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش. ده دوخني وراه السبع دخان. يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا وادي يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر واجب التنفيذ يا فندينا. قد الاول يا بجاشي، قد الاول.
انما عدم المؤاخذه يعني في السواد، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبلة؟ توب علينا ربنا، مش سكت انا يا بليش، مش سكت انا حبيبي. امال سكت مين؟ سكت اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. المصيبه بتجري فيها وراك ايه المره دي؟ لما دخت وراك يا خميس انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي. انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك، عايزك ضروري. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول، عم خميس، عم زغلول، خميس مين؟ افندينا عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. اخبارك ايه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. اخبار فتنة ايه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه، ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني، على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا مفوتنا، الظلم وحش أوي. لما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة، والنفس لسه عزيزة. فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل، بتشوف المعلومات المهمه تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم، انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ لا فوتنا، مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، أشوفك متعلمة وأحسن أستاذة في المنطقة، أحسن من الأستاذة فاطمة اللي ورا على الناصر. استنى استنى استنى، زوز هناك. اكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي، وادي أحلى بصمة لأحلى حجر. الأحلى أحلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك
بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم، عملوها، وانا ما اقولش كلام الا اذا كنت متاكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا يا رجالة، صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الأولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10، واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال. احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوب بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديهم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت، والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس ما بقاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس، اتقل، دورك جاي ما تقلقش، اتقل.
ده كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده لعبه جاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول والعياذ بالله. هي الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه؟ معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش يتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذه سلبها عز ما تملك خميس؟ ما انت سامعني اهو. حلوه يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا حلوه يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنه بحشش يوميتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه وشد بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رومانا رومانا استني بس. رومانا استني استني بس يا نجمة مصر. نعم انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة كده برضه يا رومانا. رومانا رومانا شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقية الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي، بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. أنا مش تعبانة ولا حاجة، وديني بتسلى. تسلي ده إيه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا، ما أنت عارف بنتك كويس، أنا يا دوب أبص في الكتاب من هنا أحفظه صم. والكتب دي بتعلم منها وأنا بقراها، وبرضه يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها لأفندينا. أنا كبرت يا بابا ومبقاش ينفع كده. آه والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من على خير. قول لك ايه،
عملكيش حبه شاي صغننين؟ ربنا يخليكي بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه؟ يلا بابا بقى، عايزه اكمل شغلي. يلا يا بابا، عايز طب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلته لي على التليفون ده، اللي سمعته يا برنس، انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ معاليك باشا، امرني معاليك، تشرف وتانس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامة. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شباب. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ دكتورة ليلى صاحبة الصيدلية؟ ايوه انا. ايه اللي حصل؟ امبارح انا كنت في الصيدلية، لقيت ولدين داخلين عليا ومعاهم روشتة مكتوب فيها ترامادول. قلت لهم ده ناقص في السوق. وهو ناقص فعلا؟ هو لسه نازل جدول من قريب، بس انا ما اقدرش ادي ترامادول لاي حد. هما دخلوا بدأوا يزعقوا جامد جدا ومصرين ان هما ياخدوه. انا شكيت فيهم اكتر لغايه ما ناس كتيره لقيتهم اتلموا خافوا ومشوا. وبعدين جيت من ساعتين عشان استلم من الناس اللي كانوا موجودين هنا. بعد شويه لقيت نفس الولد، واحد منهم يعني، دخل عليا ومعاه 3 ولاد تانيين، قفلوا الصيدليه عليا وبداوا يكسروا ويقلبوا الدنيا زي ما حياتك شايف كده. يا نهار اسود، كل ده عشان ترامادول؟ فكها شويه يا شلبي، عندنا ضيف جديد اسمه البرشام، لازم نحتفل بيه، لازم تلاقي لك حل وتغرق الترابيزات بالبرشام. الناس بقت بتفيص بدري بدري، وبعد ما كنا بنشطب الساعة 4 العصر بقينا بنشطب الساعة 10 الصبح. الناس تقول علينا ايه؟ ايام الزمن الجميل يا برنس. اسمعوني يا جماعة، احنا في مهمة وطنية، اذا كانت في ناس بتحافظ على ارواح الناس برا فاحنا مهمتنا هنا نحافظ على عقول الزباين مصحصحة 24 ساعة. الشاب من دول لما بياخد البرشام بيفضل مصحصح، يقدر ينتج، لما بينتج الاقتصاد بينتعش واحنا بننتعش، ساعتها ما بنحتاجش لاي قرض من اي دوله بره. شلبي امرني، كيت لي البنات دول واخصمني نص يوم من البيت دي. ليه بس يا بص؟ عشان ما بتراعيش ضميرك ولا بتخلصي في شغلك. ازاي يجيلك قلب تنام على مخدتك وانت مقصره في عملك؟ ما سالتيش نفسك سؤال واحد؟ ابراهيم سعيد لعيب الكوره على قلبه ايه؟ قد كده اهو. 3 بطولات افريقيا 2006 2008 2010، انجاز عمره ما هيتكرر، غير 12 نادي رايح جاي عليهم من الاهلي لغايه الاتحاد، وسفريه تركيا، وفي الاخر بيهرب ملابس مغشوشه. يا ماما اللي قبلك شربته في ساعه واحده 3 ازايز، انت سهرانه معاه 3 ساعات وفي الاخر بتفتحي له ازازه واحده. انا لو سهران معاه كنت شربته كاس افريقيا. حبوا الصاله شويه، ادوها عرق تديكوا فلوس، ادوها برشام تديكوا احلام، ده مش مال حرام. حاضر يا ابو. ما ترديش. شلبي امرني، باب الاخلاص في العمل صفحه 4، هيتراجع كويس. اوامرك يا بص. عجبكوا كده؟ كله يبص هنا عندي.
كله يجمع هنا، انت يا ماما اللي هناك تعالي لي هنا. بصي عندي هنا، انا الشغل ده ما يعجبنيش خالص، انا عايز اشوف الجديد، عايز اشوف روح الجماعه، مش كل واحده تحلق على شغل اختها. انا عايز اشوف البنت والمحل ايد واحده. البنت والمحل ايه؟ ايد واحده. هموت واعرف بتعملي ايه بالنسخ دي كلها. ببيعها تشتري. الحب بين الرغبه والصمت. انا ممكن اخد الجزء بتاع الرغبه، اما الجزء بتاع الصمت ده فخليهولك. انت تافهه وانت هبله. طب يلا بقى عشان نلحق المحاضره. انت مثبتاني من الصبح عشان في الاخر تقولي نحتاج محاضره، شويه شويه تقولي يلا نذاكر. طب انت عاوزه ايه يا بنتي؟ فكك من جو المعهد والمحاضرات ده، كل ده برشامتين وهننجح في الاخر ونعدي. ما تيجي بقى نستبح ونعمل الصح. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ اي هجايص من غير تركيز. منا اطلعي من نافوخي، انا ماليش في شغل الهجايز بتاعك ده. يلا بقى سلام. ده ايه جو الفصلان ده على الصبح؟ خبر مهم قوي يا ست ناطر. خبر ايه يا واد يا رزق؟ خميس ومعلم نوح اتصالحوا. ايه؟ كبار السوق اتلموا وقرروا انهم يوقفوا الحرب اللي بينهم عشان الشغل يمشي. كبار السوق اتلموا عشان يتصالحوا؟ انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ شفت بعيني اللي هياكله الدوق. كانت قاعده كبيره فعزة اي كلام كده، وكانت مليانه رجاله وحرس ياما. وبراء ماله معلم؟ براء كان معاهم يعني؟ ايوه كان معاهم. تقوليني بحاجه تانية يا ست مطره؟ ها خد يا واد دول وامشي. خيرك مغرقنا يا ست مطره، بعد اذنك. ماشي يا نوح ماشي. علشان كده ملكش اختيار، لازم تمشي ورا اللي قاله العمروطي. دي السكه اللي هنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا اما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك. خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الاخر بقى، ما احناش حمل خساره تانية. القرشين اللي لميناهم يا دوبك على مصلحه الصعيد. ولا انت استحليت النومه للمغربيه ورميتنا هنا وبرطعه النوح في عزنا؟ العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. يا اما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شويه يا خميس، لغايه ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر يا اما؟ انا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحه. الا ايه حوار شوق؟ لقيت نفسي عرقانة، دخان الشيشة خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حد سألك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحة، الخال اسد. حلوة السلسلة دي. بتهيالك إنها حلوة؟ لا إنها سلسلة. والنبي لو تعرف إيه اللي فيه هصعب عليك. هات إيدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانة، وعظمي بيوجعني من ركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخيال يا مرات الخيال، وبلاش الوقفة هنا كده أحسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة يلا. اقفلي. يتوب علينا ربنا. ترجمة
مالك متكومه كده ليه؟ مصيبه لك كوني عرقانه انت الاخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخده بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوف نالا؟ انت كده شايفيني؟ ياه ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص انا بكلمك. ماشي قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. هلا انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي استنيك انت والرجاله. السلامه يا معلمه. على النعمه من نعمه رب، انت اللي معلامه يا معلامه. قدرت تضربك السوق في ثانيه الا ربع. انت عارفني يا واد يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجه الطازه قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء أنا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب، لو عيلة أبو سنة دخلت في الحوار ده لكن ما أنقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية أبو سنة هيلعبوا في منفوخه جامد. آه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر، خزن واصبر عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد وازاي مراتك وولادك؟ تسلم يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقاله. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو يعني؟ كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزه؟ اهدى اهدى اهدى، ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجاه كده افتكرتي انك متجوزه؟
امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبده؟ كنت ضاله وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى راي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكه اللي بالك فيها خلاص انسدت. جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصيه لافندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلطى لطه ما يجيلهاش دواء. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شو؟ تاخدها على فين يا خبير؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش اي رجل ادخلها هنا. خد بالك. نخبه ايه يا خميس؟ ده حته لبش. ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. اه شو دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كانت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي ان هي كانت جوازت مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت وسط النور. السلام عليكم يا رجاله. زي ما انتوا زي ما انتوا. اقعد يا رجل. ضربه قطمت وسط النور. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيحه رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت بميت رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل، بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من معلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. اسبابه ليلى. سلامة يا فندينا. نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. اسبابه هنا. نورت مكانك يا فندينا. اوف وش هنا هنا اهو. الذبابه الملعونه وقفت في على الزجاجه. لا 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 فنششتوها. ازاي؟ لا 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 فنششتوها. ايوه لا 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 وطارت. ايوه تمسم وطارت. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. يلا على السلام. السلام عليكم. فكر زي ما انت رجاله. زي ما انت زي ما انت والله. ليك وحش يا زوز. اومر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر يا ذبابة. ايوه يا فندينا. بس يا الرجاله ورصنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا ابو طافي. بس يا الرجاله ورصنا حجرين. من خيركم يا رجاله. سهر عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفينا فلتين. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شو دي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها. خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعت أنا. أعمل إيه في البلوة اللي جابتها لي البت إياها؟ آه سعاد. عليك مشكلة بجد يا خميس.
مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرتي سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاها. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون، دول حاجات كده للقعده والسهره نضيفه. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم، اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا، قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده، ايوه. يلا 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 جنبه، يلا جنبه، ارفع ايدك فوق، يلا يلا وشك في الحيط، يلا ارفع ايدك فوق. يلا شاير شاير، معقولة لحقت تنامي؟ عايز ايه يا اسر؟ بذمتك يا بشار انت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم لازم اتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش النديه الا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقولك يا بشاير، هتسيبي بقى من كل الكلام ده تفتكري حاجة واحدة بس، أوي أوي أوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. بعدين إيه الحاجات اللي أنت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش باردة أوي للدرجة دي يعني. ما أنت لو إيدك في المية ليل نهار وجتتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير إنك بتهاتي ورا عيل وست عجوزة أعيل منه، كنت بردت أكتر. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجه واحده بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا إسر، انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيم انت بفوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز
مش انت اللي عايز؟ انا لا عاوز حاجة ولا طالب حاجة، تكميلة. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكة مش قادرة، كنت العدومي في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. انت حمار، دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيه؟ تهب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول ابوك عايزك ضروري. تعمل ايه عندك يا بنت؟ تعالي تعالي ورايا. خش خش خش. كنت واقفه يا بنت قدام اوضه المعلم بتصنطي يا بنت على ايه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر انا؟ ليه؟ اصل انا كنت طالعه انضف فطست في ودني كلام المعلم فوقفت اسمع بيقول ايه. وسمعت ايه يا بت؟ كان بيسال على سي براء وبيلح عليه قوي وبيقول ان عايزه من تحت قطيع الارض، فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانت مالك انت عايزه في ايه يا بت؟ عايزه في شغل. شغل؟ ولا بنت طيبه قوي يا ست مطر. شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ ما تفتكر يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانيه لا سمح الله. وانت يا بنت سمعتي حاجه؟ ما انا ما لحقتش، ما انت جيتي خضتيني وطبتي عليا زي القضا المستعجل، طيرت الكلمتين اللي كنت هسمعها. بقى ايه الحكايه كده؟ ماشي يا معلمي ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه يا عم؟ اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي. البيت في ايه؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال. ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده. ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز، سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه يا عم. هقول لك ناوي على ايه، اخلصك من الحوار. غلطتي انت بس يا بيضه، غلطتي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط ازوز، توكلنا على الله. ما تكشريش، تعالى خش. ماري يا محمد خلصان. سلام عليكم. سي بدران. مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي. ياما سي بدران، قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجه؟ يلا مطي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصل تعبان شويه. قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه، احنا كده بالصلاه على النبي. ما تصلوا عليه. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي، اصبر حبه. الأبلة العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانا، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غرس في مية تمانة. جراها متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف انك مستعجل وعارف انك مبسوط وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بيضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق.
وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص مش دي، دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. هدي يقول كده برضو على حمام. حمام ايه؟ نقرا الفاتحه؟ وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. يا زوز بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليلة تعيد. ليلة تعيد ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي، الف مبروك، الف مبروك يا بدران يا حبيبي، الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه مزيكا يابا. ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها، خليها الطلعه الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرينا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البنت دي. البنت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. علم وينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المري هيتصرف؟ ده كده البنت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله، اعوذ بالله. يا عم انت شايفنا ايه؟ التانيين قتله ولا قبضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب، لا حيله لنا في رزق ولا شفاعه في موت. الله، اقول البني ادم كده، البني ادم كده. ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد ايه؟ يليس يليس. في الآخر عشان الحوار ده صدعني ولوكلو كتير، الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه؟ قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكله بحلقها. انت دافع حاجة من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي الفلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم، وناخد الباقي. انت نتنا تانا يا لا نتنا ايه؟ نتانا 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 نتانا. بالنسبه للاثنين الصدى اللي معاك ورا دول نتانا نتانا. ازازه بدل ما خلصت دي. معلم براءة كفايه، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكته ابو امك عشان تضحك. برضه عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. وردي. هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. ازازه واحده، اربعه يا برنس. شوف يا شفاعه، انا مركز قوي 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 قوي. انا لو شربت المحيط بسكرس، وانت دريان بالكلام ده كويس. النهارده يا رجاله مزاجي عالي قوي، انا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا ابويا. ايوه براحتي. امال براحتك انت؟ وادا خرفوش. امورنا يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحفي اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين، عشان فضيحته تبقى بجلاجل.
بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم حد اللي خلفوك مخلف ضحطك على التيوب ده. الليالي الغالي. يا معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا، افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. اه دماغي. اقعد ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه احييه بس. حياك الله. الحقي يا ابله رمانه الحقي. ايه في ايه يا بت؟ افندينا وصل والواد براءه بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينقط في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر.